لافاميل انا مريح، جاني واحد الميساج من عند صاحبي، دونك نقراو هذا الميساج بجموعي. خاي معتمد، بعدا بغيت نقول لك مبروك الزياده الوليد اللي تزاد نهار قبل دوكيمونتير. ملي تلاقينا نهار 11/11 ما جبتيك والو، معاك انت مزرو. ويني المره الثانيه اللي خليت لك فيها الشكر اخاي، راه خليت لك فيها واحد الامانه ضروره شكر. اكرام عزيز ضروره شكر اللي مش غنقطع الدرج ديك ديك الشكر ديال في كلاس الدرج فين هي كوزينه جيبها جيبها شحال زوينه صراحه تلاقوا معنا زوينين لما كان دونك ندورو ادواج ولكن انت يدينا ندور ادواج اول حاجه ديك العنوان ديال ثوره الفتنس المغربي اش كيعني خويا يونس؟ قول لي الراي ديالك في العنوان، كيفاش شفتيه انت؟ انا اول حاجه شفت قلت عاوتاني غنقلب شي ضجه، قلت الله مبارك عاوتاني فكرتيني فيا من ديك التبلبيله ديال الفتنس. والله يا خويا لا توحشنا بالله. علاش؟ حيت كانت واحد اللعيبه كتموتيفي كلشي كينوض، هادي با كتسمع فلان با هادي الطاق معتمد 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 لونطريون بان كيفاش يتريني، فهمتيني؟ بغينا نحيو داك اللعيبه عاوتاني، داك موتيفاسيون دونك زاد ديك النغزه الله مبارك. دونك هاد الدوكيمونتير اخويا بدر فين كلشي صحاب لي صار داك كيكريني صحاب لي كونفيرم وماش كيتعاملوا مع ولاد كلشي مزيان. دونك ديك الثوره في الناس مغربي راه ماشي حنا هيروز وما عرفنا وحنا راه ابطال، لا المخير وحنا ما والو، ولكن قدرنا نديروا واحد لامباكت زوين في الفيتنس المغربي والاندستري غتزيد كبير، اللي صال غيعمرو صحاب لي كومبليمون غيخدمو كلشي غيخدم الصاف، فهمتي؟ دونك هادي راه مزيانه. دونك اي واحد فهمتي اي واحد كيتريني كوتش عنده لاصال كيبيع لي كومبليمون اليمونتير كيدير كوتشينغ كلشي كلشي مزيان ليه. دونك بنادم غادي يربح فلوس من هادشي. حنا درنا واحد برومو او عبد الاله بات دار داك الدوكيمونتير اللي خسر فيه 20 مليون وما داخل فيه لا اشارات لا والو، دونك هو ما رابح والو من هادشي وقدر انه يدير ثوره. ديري ديري قلتي بسرعه. دونك قدر انه يدير ثوره في المغرب في الفيتنس المغربي والانديستري غادي تكبر وامور غادي تمشي مزيان. لك الكلمه خويا. واحد اللعيبه بغيت نقول دابا الله عز وجل قال في القران ودعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، يعني دعوا للناس عامه بان خصك تدعي للدين. واش النصيحه خصك تكون شيخ عاد باش تعطي النصيحه؟ راه بحال هكا بغيتو ديروا لهم، يعني خصك حتى تكون واحد البطل عارف باش تعطي النصيحه وتقول بنادم فهمتيني تريني ولا عيبات. وكما قال الحسن الثاني اللهم كثر حسادنا. حاجه اخرى دونك المهم واحد الدراري صحابي ابطال قال لي اخويا معتمد حنا المشكل اللي عندنا هو انه ما بغيناش بنادم ايش انتريسا بالفيتنس ودي يشارك في لي كومبيتيسيون، حيت حنا حياتنا كامله حنا كنشاركوا في لي كومبيتيسيون وما ربحنا والو. خويا حكيم
الميساج ديال الدوكيومونتير حنا ما كنقولوش بنادم يتقاتل في الفيتناس، حنا كنقولوا بنادم يتقاتل في الشغف ديالو. حنا الفيتناس غير جامعنا فهمت، يعني العامل المشترك بيناتنا حنا الدراري بربعه هو اننا كنتريني، وديك لونطريمون هي اللي عطاتنا واحد ليسبري فهمتي، بدلات لنا المايند سيت ديالنا وخلاتنا نفكروا بوزيتيف فهمتي. دونك ماشي انا كنقول بنادم لا سير الفيتناس دومين زوين فيه فلوس، الفيتناس ما فيه والو في المغرب باش نشرح لكم فهمتي. حنا كنديروا كونتوني، حنا كنربحوا من اليوتيوب، كنربحوا من الفيسبوك ومن الانستغرام، دونك حنا كنديروا كونتوني. ولكن الميساج اللي مهم هو بنادم يتقاتل في الشغف ديالو ولا باسيون ديالو. غادير قلت هذا زي الا ما غناتك راه تعيشك فهمتي، يعني تقاتل فيها. كتبغي كره لعب كره، عندك مع الغناء غني، عندك باسكيت لعب باسكيت. فهمتي اخويا يوسف راه غير اللي فتحنا دابا في 2023 ودفيت اللي ولا وكلشي تلاح لي دروغ واللعيبات، راه لو فيت بان الا شتيتي لاصال وترينيتي بلا ما تكون بطل وما قربتيش لي دروغ وكتصلي انت راه اثرك بطل فوالا. دونك بالنسبه لي انا في داك الدوكيومونتير راه شو شعري كيفاش داير، انا ما مقاد ما معول على شي حاجه، حيت جا عندي عبد الاله قال لي معتمد قاد شعرك قاد، قلت لي عبد الاله شوف انا راه سبونطاني هنا فهمتي، الدراري راه كيعرفوني راه ما كنعرف لا نتصنع لا والو. قلت ليه ريح حط لي الكاميرا شنو غنقولوا، قلت له واش موجي تسكريبت، قال لي لا موجد والو، قال لي دوي عاود لي كيفاش بديتي. دونك داكشي مشى سبونطاني وبنادم شوف الحمد لله الناس الحمد لله فهمتي، بنادم بدا كيتبدل بنادم ومابقاش كيخلي المظهر او كيأثر فيه المظهر، حيت المظهر برو المظاهر خداعه فهمتي. بنادم شوف الزوار ديال الانسان شنو فيه، اما المظاهر خداعه نقدر نجيب لك انا ما عرفتش شنو هو تشوف وتقول هذا راه هو اللي كاين، ولكن في الاخر راه ما غتلقى والو، ونقدر نقبل لك انا بشعري ودير طانكا وهذه وتقدر تشوفني انت، ولكن راه غتجي غتلقى الجوار زوين وغتلقاني فهمتي انديبوندون ومزواج وعندي وليات وكنتقاتل وساكن بوحدي من دابا 5 سنين وخدام ونطيح ونوض والديبريسيون والمشاكل والضغوطات ديال الحياه، ومع ذلك واقفين. دابا هذا ماشي بطل ها كتقول لي خصو يكون بطل. دونك هذا هو الميساج ديال الدوكيومونتير فهمتي، بنادم يتقاتل في داكشي اللي كيبغي. حيت حنا انا كنهضر على راسي، انا كبرت في درب سلطان، كبرت في درب الشرفه، كندور ها كنلقى صحاب البلاد، كندور ها اش غندير؟ سوا غادي نستسلم للواقع وغادي نمشي وغنمشي للبليا ونبدا نخرج ديك الطاقه اللي عندي نخرجها في البليا، ومشيت انا ندخل مع البناء هادي وندير المشاكل وهادي الطانو باش نخرج ديك الانيرجي اللي عندي نترونسفورمها نيجاتيف، او ديك الانيرجي نترونسفورمها بوزيتيف. دونك انا اختاريت وكنحمد الله ونشكره على الاختيار، وكنشكر الوالده اللي وجهتني وفيقاتني بديك الكلمه اللي قلت لكم في الدوكيومونتير فوالا. دخلنا غير الفيتناس فهمتي، دخلنا نتريني ودخلنا ان شاء الله في راسنا ولا شي حياه فهمتي، ولا شي حياتنا الحمد لله بخير. وخا دابا نكمل لكم قريب، بعض المرات كتريني بعض المرات ما كترينيش، راه ولكن راه كتبقى صافي فهمتي، كتبقى شغف. هذا ما كان نتمنى الميساج يكون وصل. واحد خاصو غير دفع فهمتي، دابا انا خاص عندي دفع فهمتي، خاص علاش 100 مليون ورجع الله على انا ماكش مضر. شكون اللي كيجي خرجني ليه خويا؟ واش هسا خاصني نمشي نصليو خويا؟ دابا خويا 4:30 دونك غنمشيو ان شاء الله نصليو وباش نمشيو نكملوا اللقاء ديالنا. تحياتي خويا بدر، خويا يونس، وهذا مكان لافامي. لافامي انا مريح، جاني واحد الميساج من عند صاحبي، دونك نقراو هذا الميساج بجموعي. خاي معتمد، بعدا بغيت نقول لك مبروك الزياده الوليد اللي تزاد نهار قبل الدوكيومونتير، ملي تلاقينا نهار 11/11 ما جبت لك والو، معاك كنت مزروب. ويني المره الثانيه اللي خليت لك فيها الشيكر اخاي، راه خليت لك فيها واحد الامانه زروه شيكر اكرام. عزيزي شكرا، مش غنعطيها للدرج. شحال تكون فيها خي صابر؟ كون عطينا شي واحد اصاحبي وكنت وضرات شكر ديال الفيتناس بالدارجه. اكرام قال لك صابر بلي الشكر فيها الزرور والله يتبصح.
العظيم يلا خلي لي ميساج. طيب بزاف دابا نعرفوا لا فامي زيرو واش كل خاصو يخضر راس ولا لا؟ انا شكون انت خاصك تخضر راس؟ هو اللي خاصني انا موت والله الا صدمتي انا اخويا صابر والله ما كنتش ما عرفتي شنو هو طيب فين كنت فين كان شي شد فعيله صابره صح باش شد فعيله صح اقول لي شد فعيله كيفاش صح كون عطينا ولا كون توض راس صاحبي مشيت 3000 درهم وكاكا صح سيد هاو عمك صابر عطاك الثمن دونك لا فاميلي صابر خويا شكرا فيتنا بالدارجه سيسي انت سبونسر بتاع هذا الفيديو اللي ما صفى بروتو دونك دابا كان معكم باش نتسجخو نتلاقاو فيديو جاي قولوا صابر شكرا بزاف شكرا 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 نعاودوا لي ان شاء الله منين نزوجوا دابا كان معكم باش نتسجخو نتلاقاو فيديو جاي.